لأول مرة السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد في لقاء خاص مع الدكتورة درية شرف الدين. قبل حفلها العالمي الكبير تحت سفح الأهرامات، تكشف الستار عن مشروعها السيمفوني الكبير في أوروبا لغناء روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. لا مش أنا اللي أبكي ولا أنا اللي أشيل. مرة أخرى حوار جديد في حديثنا من مصر. السوبرانو المصرية العالمية من لندن إلى القاهرة في حديث العرب من مصر الخميس السابع مساء على قناة مصر الأولى.